دخلهم قائمة الزمالك في ماتش بكرة بتاع دلونش موجود. امال مين اللي غايب يا جماعة؟ في ثلاثة غايبين، كان غايب الجزيري وغايب زيزو وفتوح، انا اسف مش الونش، فتوح، قال لك للإصابة. الثلاثة دول غايبين للإصابة. طيب القائمة الأول عواد وأبو جبل، محمود علاء، عبد الغني، الونش، عبد الله جمعة، عبد الشافي، حازم إمام، المسلوسي في نص الملعب، طارق حامد، إمام عاشور، أشرف رؤى، يوسف أوباما، إسلام جابر، شيكابالا، اشرف بن شرقي، ايمن حفني، رزاق سيسي، وسيد عبد الله في الهجوم، ومعاه عمر السعيد. ماشي اوكي، دي قائمه الزمالك. غايب منها فتوح قال لك للاصابه، وزيزو للاصابه، والجزيره للاصابه، والجزيره عنده اصابه بقالها شهر وكان بيلعب عليها، وقال لفيريرا انا مش قادر العب ماتش بيراميدز، هيكون ماتش قوي مش هقدر العب عليه. وطبعا هيبتدي الجزيري يفكر في المنتخب بتاع تونس اللي راح كاس العالم، فعايز يحافظ على نفسه مليار في المية عشان يضمن لنفسه مكان في قائمة تونس في قطر، مش زينا يعني. يعني هو دلوقتي هو والمسلوسي ومعلول التلاتة راحوا كاس العالم، ربنا يسهل له مفيش مشكلة. لكن زيزو احنا عارفين ان عنده مشكلة واضحة جدا، واتكلمت معاكم اكتر من مرة مع الزمالك في الشرط الجزائي اللي في عقده. هل زيزو فعلا مصاب؟ يعني زيزو اللي نزل من الطياره فور وصول منتخب مصر لارض القاهره طلع على نادي الزمالك، وكانت مفاجاه بالنسبه لنا كلنا انه موجود في التمرين وبيتمرن وواقف مع فيريرا ومع الجهاز المعاون. فهل زيزو مصاب ولا الزمالك بيضغط عليه بطريقته علشان خاطر يجبره على تعديل عقده، علشان خاطر موضوع الشرط الجزائي اللي بعد الموسم ده يستطيع زيزو يمشي ب 42 مليون جنيه، ب 2 مليون دولار و 300 ألف، رقم هزيل بالنسبة للعيب بإمكانيات زيزو. والموسم الجاي يمشي ب 25 مليون جنيه، يعني مليون و 200 ألف دولار و 300 ألف دولار، يعني كلام فارغ بالنسبة لحجم زيزو. ففوجئ زيزو أنه بره القايمة، حلو، وان هو مش موجود في المباراه، والزمالك بيقول بسبب الاصابه، او لمح، ما صرحوش رسمي بس المحوا ان هي بسبب الاصابه. الزمالك عنده مشكله مع زيزو وحابس مستحقاته، يعني فلوس متاخره كتير فالزمالك حابسها بيخنقه يعني، وده فكر اداري ما فيهوش مشكله يعني، يعني كل واحد بيستخدم الاساليب اللي في ايده للصالح بتاعه. فالزمالك حابس على زيزو الفلوس ليه؟ عشان يقوله طب تعال خد فلوسك، وتعالى كمان نزودك في العقد، وتعالى امضي عقد جديد ونلغي القديم يا عم، وشيل الشروط الجزائيه دي، واذا ربنا كرم وجالك نادي بره وماله، ما تطلع من خلالنا، بس تطلع من خلالنا بالشكل اللي النادي يستفيد منه بفلوس اكتر تساوي قيمتك كلاعب. دلوقتي الزمالك خلاك نجم النجوم. زيزو عمل تويته فاجئنا انه عملها، وفاجئنا انه شالها، يعني شالها على طول ما قعدتش، بس كنا احنا خدنا منها صوره. شوف زيزو كتب قال ايه باختصار علشان ما نرجعش للنغمه المستفزه بتاعت كل سنه دي. جماهير الزمالك الواعيه اكيد جربتني وعارفه مدى حبي ليهم اولا وللنادي، مفيش اي حاجه من اللي بتتقال دي صح. اللي بيتقال انه مصاب هنشوف، هيوضح السطرين الجايين. مفيش حاجة من اللي بتتقال دي صح، والموضوع هو وجهة نظر تحترم. إذا غيابه عن تشكيل الزمالك وجهة نظر تحترم. كل التوفيق للعيبة بكرة في ماتش مهم في بطولة كلنا عايزينها، اللي هو قدام بيراميدز في بطولة الدوري. حلوة قوي، وجهة نظر تحترم. هو في وجهة نظر ممكن تقعد زيزو على دكة، على الدكة أصلا مش تبعده من القايمة، وأنت بتلعب بيراميدز، يعني فرقة بحجم بيراميدز فايق جدا، صاعد دور 8 كونفدرالية، هيلعب مع مازيمبي في القرعة، هنتكلم على القرعة دلوقتي في البطولتين النهاردة اتعملت، وكل الشغل ده زيزو يبقى بره ال 18 في هذه المباراة. الراجل واضح ان هو عايز يقول ان في حاجة، محدش بقى يقعد يلعب لي على نغمة ان انا مش عايز الزمالك والقصة دي، انا الراجل عايز حق، والزمالك عشان يديني حقي بيجبرني على عقد جديد. هو مش عايز يمضي عقد جديد لانه اكيد في مخطط في دماغه، في مخطط في دماغه. طب هتقول لي يا شبانه انت هتقعد تلمح كل شويه ان الاهلي عايزه؟ طب ما يمكن عايز يروح يلعب في المانيا، ما يمكن عايز يروح يلعب في البرتغال، يمكن جاي له عرض من اسبانيا، يمكن هيروح تركيا، ما هو لعيب كبير بصراحه. وانا لو من زيزو احترف،
مهما يكون، لان النهارده قيمه زيزو الفنيه اعلى كتير جدا من اللي يلعب في الدوري المصري. ومشكلته مع كيروش انه مش محترف بره، يعني كيروش خانق زيزو وما ادالوش حقه وحجمه الحقيقي اللي يستاهله مع المنتخب لمجرد ان هو بيلعبش بره، فاعتماده على المحترفين سواء كان صلاح طبعا ده ما فيهوش نقاش، او تريزيجيه برده في الحقيقه ما فيهوش نقاش، لكن كمان مرموش وزيزو على الدكه وكل الناس دي بتلعب، فكانت مفاجاه صادمه بالنسبه له. ممكن يكون عايز يحترف، لكن انا بقول لكم دي معلومه مش راي ولا امنيه، انا ماليش دعوه. التارجت الاول للاهلي في مركز الجناح الايمن اذا اتيحت لهم الفرصه هو احمد سيد زيزو. دي معلومه وليست تكهن، دي معلومه وليست فكره. يعني هتقول لي ولا بن شرقي؟ اقول لك ولا بن شرقي. هم لو خدوا بن شرقي بعد ما يمشي من الزمالك يبقى اكيد، لكن زيزو هم شايفينه افضل لاعب في مصر، حتى افضل من كل اللي عندهم، سواء بقى حسين الشحات، بيرسيتاب، كل الناس اللي بتلعب ناحيه اليمين دي، بيلعبها سعاد طاهر